إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يوكن أو تاهو 2014، طبعا سويت الصيانة ومن ضمن الصيانة يقول لي عنده مشكلة في التكييف الخلفي، أنه المكيف الخلفي ما يشتغل لا عن طريق المفتاح اللي هنا ولا عن طريق المفاتيح اللي خلف التكاية. طبعا حتى هنا ما في كهرباء، وأتوقع المشكلة برضو يكون في التماس في نفس المفاتيح اللي هنا. على العموم برضو ما يكون في التماس، فكم اللوحة هذه يمكن فيها مشكلة. على العموم المكيف الخلفي كان ما يشتغل، ففحصنا فيوزات وعن طريق الجهاز هذا، فاكتشفت أن الفيوز الأحمر الأسفل عشان أوضح أكثر، هذا الفيوز حرقان. لما شبكنا الآن الفيوز ما شاء الله تبارك الله، لحظة عندي هنا المنديل، طبعا طافي المكيف الآن، خلينا نشغله. أول هذا المفتاح ما كان يشتغل، لحظة الآن يشتغل، أول ما كان يشتغل، فالآن اشتغل عندي المكيف الخلفي. فلاحظوا الآن التكييف ما شاء الله تبارك الله يشتغل عن طريق التحكم في الأمام، لكنه الكنترول هذا عطلان. بفك لوحة المفاتيح وبشوف. طبعا هذا الآن الفيوز عندي حرقان، بس سويت له حركة بديلة، وهذا موقعه هنا الآن، فصلته صار عندي الآن هنا يشتغل، بس المكيف عندي هنا ما يشتغل، ما فيه أي هواء، ما فيه أي هواء. طبعا أنا بجرب لوحة المفاتيح اللي عندي هنا وأتأكد منها. لاحظوا إيش المشكلة؟ المشكلة أن الفيشة هذه مفصولة، يعني لا في التماس ولا شيء، بس أتوقع الله أعلم لما فك التكاية وغير الأرضية هذه ممكن الفيشة ما ركب صح، أو أن عندنا هنا اللي يشوف الفيشة مكسورة. شوف الفيش هنا، الفيش عندنا هنا السنة حقها مكسورة، فمع الحركة الفيش انفصل. لاحظوا هنا، هذه هنا في سنة للأسف تم فك الكليبس بالقوة وانكسر السنة اللي هنا. السنة هذه هي اللي تحبس الفيشة مع التركيب، فمع الحركة بدون السنة اللي موجودة هنا فصل المكيف. راح نشبكه الآن ونجرب. لاحظوا الآن اشتغل معنا الشاشة الخلفية، بس الان مجرد ما افصلها لاحظوا فصل، يعني هذا حق التحكم الراديو الخلفي. لاحظوا الان اشتغل. بجرب الان المكيف. طبعا الان نلاحظوا بعد ما ركبنا الفيشه اشغل المكيف من عندي هنا بدون تشغيل امامي. شوف الان اطفي من هنا، شوف طفي الان المكيف من الامام، اشغله برضه من عندي هنا. لاحظوا اللمبه الان طفي برضه من عندي، خليني بس اقرب شوي. لاحظوا الان المكيف يشتغل عندي من الخلف واطفيه من الخلف، يعني كانت المشكلة فقط من الفيوز حق المكيف ومن الفيشة الخلفية حقة التحكم الخلفي. الآن بفك الفيشة هذه وبحط لها سيليكون بسيط يمسك في الأجناب عشان ما ينفك مرة ثانية.